اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين. الرياح الشماليه الغربيه راح تستمر ويانا اليوم مباشر وعقبه، والهواء الكوس يعود مجددا ابتداء من يوم الاحد. الرياح راح تكون خفيفه الى معتدله السرعه بوجه عام خلال الايام القادمه، ايضا كحد اقصى الليله سرعتها تصل الى 30 كيلو متر في الساعه. حاليا الرياح شماليه غربيه الى متقلبه الاتجاه 8 كيلو متر في الساعه، حاليا سرعتها كحد اقصى الى 30، ويوم الغد ايضا كحد اقصى تصل في سرعتها الى 35 كيلو متر في الساعه. حاليا درجه الحراره 37 درجه مئويه، والرطوبه النسبيه 14%، والرؤيه الافقيه ممتازه اكثر من 12 كيلو متر، سما صافيه. الوضعيه هذه راح تستمر ويانا لعد أيام. أغلب السحب موجودة على جنوب غرب الجزيرة العربية أو المناطق الجنوبية الشرقية منها في بعض المناطق، لكن منتصف الجزيرة العربية وحتى شمالها سما صافية في أغلب الوقت حتى نهاية اليوم. الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة، سما صافية. درجات حرارة تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية كحد أقصى. أقل درجات الحرارة راح تكون في الجزر الجنوبية والسواحل الجنوبية، أيضا تتراوح ما بين 35 إلى تقريبا 41 درجة مئوية. درجات الحرارة في طريقها إلى الاعتدال في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خلال هذه الأيام تزامنا مع موسم السهيل. الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة مساء يوم الغد، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. أجواء أكثر اعتدالا في المناطق الجنوبية أو على الشاليهات والبحر وفي الجزر وأيضا المناطق الغربية من البلاد. درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى 28 درجة مئوية، والإحساس قد يكون أقل من ذلك، لكن الاعتدال الحقيقي في درجات الحرارة خلال فترة النهار ما راح يكون إلا بعد تساوي الليل والنهار في الكويت بتاريخ 27/9، يعني بعد شهر من اليوم. البحر من فترات الفساد، المد الأول بإذن الله الساعة 5:57 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 9:16 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 12:22 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 2:20 دقيقة مساء. والبحر بوجه عام راح يكون خفيف إلى معتدل من 1 إلى 3 قدم، مناسب للي بينزل البحر. المواقيت بإذن الله، أذان الفير الساعة 4، والشروق الساعة 5:23 دقيقة، والمغرب الساعة 6:15 دقيقة، وعدد ساعات النهار يوم الغد 12:49 دقيقة، وكل يوم عدد ساعات النهار يقل بمقدار دقيقة واحدة، وراح يتساوى الليل والنهار بإذن الله ب 27/9 القادم. الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، شمالية غربية خلال الأيام الثلاثة القادمة، بعد ذلك تدريجيا يقلب الهواء إلى كوس. سرعة الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة بوجه عام، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية خلال النهار. الأجواء الحارة مستمرة خلال النهار، والاعتدال ما راح يكون ملحوظ إلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر تزامنا مع موسم السهيل. باكر بإذن الله رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة، العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية. يوم السبت بإذن الله 46 العظمى، والصغرى 28 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. تدريجيا تتحول الرياح إلى كوس جنوبية شرقية، الإحساس بالرطوبة راح يكون موجود وملحوظ على المناطق الساحلية. 45 العظمى، والصغرى 27 درجة مئوية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يستمر ويانا لعدة أيام تزامنا مع عودة الهواء الكوس من 6 إلى 30 كيلو متر في الساعة. رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر إلى كوس، وتستمر هذه الوضعية حتى يوم الاثنين مع عبور لبعض السحب العالية. 44 العظمى، والصغرى 26 درجة مئوية. اعتدال ملحوظ خلال الأيام القادمة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر. 26 الصغرى، والرياح من 6 إلى 32 كيلو متر في الساعة جنوبية شرقية حتى يوم الثلاثة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة سرعتها، والعظمى 44 والصغرى 25 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، الأجواء الحارة نسبيا خلال فترة الظهيرة وخلال فترة النهار مستمرة، والاعتدال ملحوظ أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خلال الأيام القادمة، وكل ماله عدد ساعات النهار ينقص بمقدار دقيقة، والاعتدال وتساوي الليل والنهار وهو أول علامات الاعتدال الحقيقية في الكويت خلال النهار. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.